لا 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 تمام. ايه 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 اخ لحمي يا جماعه اخر المش. مرحبا كيفكم؟ اليوم راح اجرب احمم قطتي لاول مره. مثل ما بتعرفوا هذا ماركو قط المدلل، صار له تقريبا 4 أشهر عندي. جبته كثير صغير هيك، نعنون صغير هيك بقدر بستقاي. شوفوا كيف صار ما شاء الله طلعوا. مثل ما تشوفوا يا جماعه كبر، ما يصير احممه هو وصغير لانه بيمرض. هيك قال لي الدكتور ما بعرف ليش. فهلا راح اجرب احممه معكم لاول مره، ما بعرف شو راح تكون رد فعله. بس شوف شكله الحلو، وجبت له عطر كمان هاي بعد الحمام هيك مشان يروق. جبت له طبعا مشط، هذا المشط هيك بعد الحمام كمان مشان امشطه. طبعا هذا الشامبو تبعه، الشامبو كمان ضد الحشرات، يعني ما بيخلي يجي عليه حشرات كمان. والشيء الحلو والاهم انه شوف شو جبت له. جبت له تعرفوا مو هلا صار الدنيا شتاء، فاكيد بس يتحمم بيبرد، فجبت له هالكنزه الحلوه. عم دور عليه شوف شو عم يعمل، عم ياكل. لك صحة وهنا، لك صحة وهنا. يا جماعة أنا أكتر شي بحس براحة النفسية وقت بشوفه بياكل، ما بعرف ليش، مين مثلي. طبعا ماركو هلا خلص. مرحبا ماركو، كيفك؟ دخيل الله وأحلاك، إيش كيف عم يطلع؟ تحبني ماركو؟ ماركو تحبني؟ صحيح يا جماعة نسيت أخذكم شو جبت له. جبت له شغلة حلوة اللي هو هاد الأكل المفضل للبسس، مشان أدلله، مشان اليوم إذا ما عذبني وقت أحممه. طبعا هو نوعيته من نوعيات الهمالاي اللي شعرهم طويل، وأنا بحب هيك قطط كتير. جماعة نوعيتهم كتير هادين، كتير 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 هيك هيك بضلوا هيك بس، يعني نوعيتهم هنن هيك هادين، ما بيعمل شيء، بس يا دوبه وياكل وينام بدل هيك واقف. شوفوا على طول عيونه دبلانة على طول. اوكي حاليا فتنا على الحمام لحتى نبلش بحمام سيد ماركو. اعطينا اياه. طبعا بنت اختي رح تساعدني يا جماعه في. شوفوا لي هذا، شوفوا لي الحلو عم يطلع، ايش في؟ ايش صاير؟ ايش؟ خايف خايف والله، انا حاسس فيك. شوفوا 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 كيف عم يطلع. طبعا حبايبي شغلنا دقات قلبه حاسه صارت مليون من الخوف. شوفوا شوفوا كيف عم يطلع. طبعا هون يا جماعه المي فاتره صارت تقريبا، طب هون بالمي شوفوا بس شايف. ما بده ينزل، ما بده ينزل. لك لا لك لا، ما في شيء ما في شيء، لك ما في شيء. في طاسه؟ في شوف العرق اللي عملها، هي اول مره يخاف. اوكي يا جماعه حاليا هيك نحطه شوي شوي، بنشيل المي الفاتره نكب شوي شوي عليه مشان يرتاح هو، يعني مشان لا يخاف من المي. شوفوا الحركة هاي عراسه، يعني ما بدنا نجيب، شوي شوي مندخ عليه المي هيك كي يطمئن. شوي شوي نحط عراسه بس انه بيفطسوا هدولي. ايش عم يصير؟ هذا الشامبو نحط شوي هيك على جسمه ايدنا. تعال ايش فيك خايف؟ خلاص ما في شيء، ما في شيء. مي 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 تمام 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 تمام. ما قربناك عن المي. افركه شوي. تمام ما في شيء، خلصنا. تمام اعطيني شوي كمان شامبو. خايف؟ وين بدك تروح يا معلم؟ وين؟ ايه هالحركة هاي؟ هاي هيك. طبعا هاي المي الفاترة. طبعا يا جماعة عينه ووشه لا تقربوا ابدا، طالما ما قربت انا حرام، لانه بيدخل صابون بعينه وهيك، يعني حيوان ما بيفهم. طبعا يا جماعة هو له ليفة خاصة فيه، بس رحت عند محل اللي بيبيعه وهيك ما شفت عنده والله للاسف. الوسخ بينزل منه. لا لا لا، تعال
كبي شوي على جسمه، مليان لسه. لك لا ايه بك عم يخرمشني. تمام ايه 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 اخ لحمي يا جماعة، خرمشني ما خلى شي فيني. شوفوا يا جماعة الدم، اول مرة يعني اني اتحمم فيها وهيك شاف في شي غلط. يا جماعة عم يرجف، يا الله لازم احط عليه استشوار، بس هو بخاف من كثير من صوت الاستشوار، بس راح احاول مشان انشفه حرام. اوكي حبايبي، حاليا جبته هون على الغرفه، شوفوا انا مزعوج عليه لانه عم يرجف كثير، فراح نشف شعره بالاستشوار. الاستشوار هذا ما راح احطه على السخن، يعني احطه على الوسط. تمام ونشوف. قلت له شوفوا يا جماعه، شوفوا كيف صار ما شاء الله. شوفوا بسطت، بس لسه عم يرجع. شوفوا يا جماعه انه اول مره يتحمم وهيك يعني، بس انا حاسه انه نظف. شوفوا يعني صار هيك لونه تغير، لونه صار احس ابيض. هلا صار دور نمشطه، نعطره ونلبسه، نعطره بعدين نلبسه. شوفوا انا بحب هيك هيك، بحب هيك اعمل له. كيف شخص هذا شكله حلو. شوفوا هي هيك بيعملوها، طالع الشعر. نعطرك يا حلو مشان تصير ريحتك طيبة، بس هلا بيخاف من صوت العطر ما بعرف. ها شوف الله. عطرتك. يا جماعة عطر للبسس ماركو، هلا صار وقت لبسك. تمام جاهز انت؟ والله كره حياته ماركو. اول شي نحطها براسك بعدين هيك. شوفوا انا بعرف البس القطط يا جماعة. ايش حلو صار، يا حلو 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 حلو. قولي مو حلو صار. يلا اللهم صل على النبي، بتجنن. كيف يا جماعة؟ بس اكتبوا لي تحت الكومنتات هيك شلون حلو صار مع الكنزة تبعه، بده سيجارة. صحة ماركو، ماركو ما عاد يركز معي. صحة صحة. شوفوا يا جماعة كيف خايف، هو مصدوم من الشيء اللي صار، ما بيعرف شو عم يصير. جماعة البسس لما تحمموهن ولما حدا يضربهن بهيك يعني خافوا هيك يروحوا بزاوية لحالهم. فهلا عندي طريقة أخليكم ماركو يكيف على الآخر. هلا أكله المفضل، هذا أكلهم المفضل يا جماعة، يعني هون بتركيا يقولوا إنه ما بدك تدلل البسس. شو عم يطلع علي؟ عم يستنى. عرفها ها والله عرفها. تعا تعا ماركو، تعا حبيبي، تعا تعا. طبعا هي يا جماعة ما بعرف شو بيجي اصلا جواتها. شوفوا شوف، حسب الريحة حسب الريحة. هذا هو، كل كل كل. صحة 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 صحة، كل كل صحة. مبسوط يا جماعة مبسوط. مع الصوت يا جماعة، هي بس يكون مبسوط يخرف. صحة صحة، كول كول. طبعا يا جماعة ما شاء الله مسح الصحن كله.
اوكي حبايب قلبي، هيك اكون صرنا نهاية فيديو. مثل ما شفتوا ماركو حممته، واول مرة احمم بصراحة، فشوفوا شو عمل، خرمشني وخبص الدنيا. اذا في عندكم افكار حلوة اصور لكم مع ماركو كمان اكتبوا لي تحت كومنتات. يلا باي.